جنابي النبي الكريم روح الله صلى الله عليه وسلم قال اي اقدس به الكون والسلام عليه والصلاه والسلام على وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر سبحان الله
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين المغربين فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء صدق الله.